والمقابلة أول انتصار نظن أني بعد أني عملت حوالي 10 أيام أو 11 يوم أني بالضبط نظن أني شفنا أني ردت فعل مريحة تاع اللاعبين أني فوق أرضية الميدان نعرفوا أرضية تاع الميدان تاع بسكرة اللي أرضية صعبة باش تمارس فيها باش تلعب فيها أني كرة لعبنا على أخطاء الخصم وين أني ضغطنا عليهم في المنطقة تاعهم وكل إلى ذلك أني ببعض الأخطاء اللي قاموا بها المدافعين والحارس يعني في المنطقة تاعهم ونظن أني كنا قادرين أيضا نضيفوا هدف ثاني في الشوط الثاني يعني فريق بشكرة يعني رمى بكل ثقل تاعو باش يعدل النتيجة وهذا شيء طبيعي احنا التموقع تاعنا يعني في الخلف ولعبنا على كل المرتدات وانني كانوا عندنا بعض الفرص كنا ايضا قادرين المساحات نستغلوها نظن يعني كانت ارادة كبيرة فوق ارضية الميدان تموقع جيد الحارس صالح ايضا كان يعني في المستوى نظن يعني هذو كامل يعني عوامل يعني خلاوه فريق مقرى اليوم عاد بثلاث نقاط اللي تعتبر ثمينة وثمينة جدا في مرحلة العودة ظن انه مقابلة يعني طبع لها يعني بكثرة يعني الجانب البدني خاصة في الشوط الأول وكان يعني الشوط الأول متكافئ إلى حد بعيد سجلونا يعني على أثر خطأ كما شفتوا خطأ اللي كلفنا هدف يعني ولا يعني فرصة من الجهتين يعني اللاعب تمركزت أكثر في وسط الميدان نظن كانت لنا إن رياكسيون في الشوط الثاني وإن تحكمنا في الكرة وسيطرنا ولكن كانوا متمسكين في الدفاع نظن أنه غلقونا يعني المنافذ ما بون هذه هي كرة القدم يفو اكسبتي هذه الهزيمة ونعملوا يعني نكملوا نعملوا في القريب ان شاء الله باش نعودوا يعني نعودوا للسكة تاعنا الصحيحة بالفريق هذا نظن انه سيتان باساج افيد يعني اللي يسمو ان شاء الله نخرجوا منه في اقرب وقت فوالا هذه هي كرة القدم لاعبين على كل حال مشكورين على المجهود يعني اللي بذلوه فوق الميدان اليوم ما عطتناش ان شاء الله ونطراب الاسبوع القادم ان شاء الله نحضروا جيد المباراه اللي راح تكون في بارادو يعني نظن المباريات هذو في مرحله العوده هذه ما راح تكون سهله كل فرق يعني كل واحد عنده ان اوبجيكتيف نحضروا لها جيد ان شاء الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه ونعودوا نرجعوا للسكه تاعنا ان شاء الله صحيحه زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر